سيادة اللواء دكتور سمير فرج مفكر الاستراتيجي، شايف ده ازاي وبيشوف تأثيره ازاي؟ سيادة اللواء سمير مساء الخير يا دكتور. مساء الخير مدام عزة ومشاهدينك الكرام، وكل سنة وانتم طيبين، واحنا كمان بعد اسابيع طيب. بنحتفل كلنا باغلى انتصار في العصر الحديث وهو مرور 50 سنة على نصر اكتوبر العظيم. نعم، شايف ده ازاي؟ طيب بص يا مدام عزة، حضرتك عملت مقدمة كويسة فعلا. احنا فوجئنا طبعا ان اسرائيل اعلنت من كام يوم ان جيش الدفاع الاسرائيلي هيطلق موقع الكتروني جديد سماه حرب عيد الغفران. ايوه طب برضو نفهم السادة المشاهدين يعني ايه عيد الغفران. نقول ان احنا بنسمي حرب اكتوبر 73 او حرب العاشر من رمضان. نعم هما بيسموه حرب العيد الغفران او يوم كيبور، لان احنا هجمنا يوم 6 اكتوبر في عيد في يوم عيد ديني عندهم هو عيد الغفران. وليه اخترنا العيد الديني ده كمصريين؟ عشان بتمنع فيه الحركه داخل اسرائيل. يعني ما حدش لا يركب عربيه ولا موتوسيكل يمشي على رجليه اهلا وسهلا. ده عيد ديني، حاجه دينيه. واخترنا اليوم ده ليه؟ لان اسرائيل الجيش بتاعها بيبقى التلت قوات عاملة والتلتين احتياط في البيت. اول ما ترفع درجة الاستعداد الاحتياط دول يروحوا وحداتهم. تمام. فبالتالي هيبقى في حرب. والعيد الديني موجود. محدش قادر يتحرك. حتى لدرجة كان ايضا معمول الكنيسة هتجتمع ازاي عشان تقرر ده في حرب. نعم. فبالتالي اليوم ده هو بيسموه عيد الغفران في اسرائيل. فجينا فوجئنا اسرائيل المرة دي اعلنت من كام يوم انها هتنشئ هذا الموقع الالكتروني الجديد حرب عيد الغفران. وقالت انها هتنشر لاول مرة في ملفات هذه الحرب. وقالت الاعداد كالاتي، اعداد كبيرة، 15301 صورة. نعم. 6085 مستند. 169 خريطة. نعم. 215 تسجيل فيديو. 40 تسجيل صوتي لشهادات عن الحرب. مشاهد عن الحرب. عرض المداولات اللي دارت مع صناع القرار. وفي الاخر قالت ايه؟ هنكشف عن الثغرات والاخطاء التي وقعت فيها المخابرات الاسرائيلية قبل الحرب. وكانت سبب في تشكيل لجنة اجرانات. هنا بقى نقف وبرضو نشرح للسادة المشاهدين. فضل. ايه لجنة اجرانات؟ ايوه المشكلة في اسرائيل بعد 67 حققت انتصار كبير لازم نعترف بيه.